بدأت رسميا عملية تفويج الحجاج اليمنيين للمملكة العربية السعودية عبر منفذ الوديعة الحدودي الوحيد مع الجارة الكبرى، والبالغ عددهم هذا العام أكثر من 24,500 حاج. جرت عملية التفويج بحضور محافظ حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ عصام حبريش، الذي أشاد بمستوى الخدمات والتسهيلات الكبيرة التي يقدمها منفذ الوديعة البري لضيوف الرحمن. هذا التدشين لتقديم أفضل خدمة يمر بها بيت الله ضيوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة، لذلك شاركنا في هذا اليوم مجموعة من قيادات المؤسسات والمدراء العموم، منهم الأخ مدير عام المنفذ، الأخ مدير عام الجمارك، الأخ مدير عام الصحة، مدير عام الشؤون القانونية الاجتماعية، مدير عام الأوقاف بالوادي والصحراء. شكلت على غرفة عمليات متكاملة في على مستوى وادي حضرموت. وحتى ينعم حجاج بيت الله بكافة سبل الراحة، وفرت اللجنة المكلفة بتفويج الحجاج اليمنيين الكثير من الخدمات عبر نصب الخيام المجهزة بوسائل الراحة لتفادي وقوع حوادث شهدتها الأعوام السابقة خلال عملية التفويج. الحجاج عددهم هذا العام 24,255 حاجة، وزعوا يعني على حوالي 10 أيام إلى 12 يوم سوف يمرون عبر هذا المنفذ. الخدمات إن شاء الله ميسرة في هذا المقام، بذلنا فيها الجهد مع كافة الجهات المعنية. أجينا الآن من محافظة الذمار، خرجنا من محافظة الذمار ومسير حالي معانا البابور تمام والطريق تمام، ما بي ولا عرقلة ولا أحد تعرضنا، ما عاد ولا أحد تعرضنا طول الطريق. الآن لا هنا إن شاء الله من ذمر لا هنا كل شيء خير إن شاء الله. وضعت اللجان المكلفة بتفويج الحجاج خططا محكمة لعملية التفويج لتسهيل مرور الحجاج إلى أراضي المملكة من خلال إلزام الوكالات المرخصة رسميا بالتقيد بمواعيد حضورها إلى المنفذ اليمني المتوقع أن يفوج منه 2700 حاج يوميا. جهود كبيرة تبذلها السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت ومنظمات المجتمع المدني في خدمة تفويج حجاج بيت الله الحرام عبر منفذ الوديعة الوحيد الذي ظل يعمل في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد. حداد مساعد، قناة بلقيس، من منفذ الوديعة الحدودي.